جريد حرف الضاد. الصف الأول الأساسي، الفصل الدراسي الثاني. إن حرف الضاد ما هو ما يميز اللغة العربية، لذلك تسمى لغتنا العربية بلغة الضاد، وصوت إض، وللضاد عدة أشكال، منها إض في بداية الكلمة، إض في وسط الكلمة، وإض في آخر الكلمة. الآن حرف الضاد مع الحركات. حرف الضاد مع الحركات: إض، إض، خض، راء. هيا أعد ما قلت: إض، خض، راء، ض، 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 بيضة، بيضة، ضو، ضو، ضحى، ضي، ضي، ضرس، ضي، ضرس. أين يوجد حرف الضاد في كلمة خضراء في وسط الكلمة، وفي كلمة بيضة في وسط الكلمة، وفي كلمة ضحى في بداية الكلمة، وفي كلمة ضرس في بداية الكلمة؟ أحسنت يا بطل، أحسنت، أحسنت صنعا. حرف الضاد مع الحركات: حرف الضاد مع حروف المد: ض، ض، ضابط، ضو، ضو، وضوء، ضي، ضي، فضيلة. أعد مرة أخرى: ض، ض، ضابط، ضو، ضو، وضوء، ضي، ضي، فضيلة. تبدأ بحرف الضاد. في وسطها حرف الضاد: أخضر، أخضر، عضلات، عضلات، خضار، خضار. كلمات تنتهي بحرف الضاد: أبيض، الحرف حرف الضاد. مرحبا بكم يا أصدقائي، أنا صديقكم القلم، وسوف نتعلم سويا كيفية كتابة كل حرف من حروف لغتنا الجميلة. والآن هيا نتعلم معا كيفية كتابة حرف الضاد. يكتب الحرف بطرق مختلفة حسب مكانه في الكلمة.
إذا جاء الحرف في أول الكلمة فإنه يكتب هكذا. إذا جاء الحرف في وسط الكلمة فإنه يكتب هكذا. أما الحرف في آخر الكلمة فإنه يكتب هكذا أو هكذا. حرف الضاد يكتب حرف الضاد هكذا. يأتي الحرف في أول الكلمة بهذا الشكل ويكتب هكذا. إذا جاء الحرف في وسط الكلمة فإنه يكتب هكذا. مثال مريضة. أما الحرف في آخر الكلمة فإنه يكتب هكذا. مثال بيض. وإذا كان متصلا أو قد يأتي الحرف في آخر الكلمة بهذا الشكل ويكتب أيضا هكذا. هنا إذا كان مثال منفصلا أرض. لنشاهد قصة نضال وكرة القدم ونبحث عن كلمات التي تحوي حرف الضاد من خلال قراءة الجمل بأنفسنا. كان نضال وضياء يلعبان كرة القدم وسط هتافات الحضور. ركض نضال بسرعة فوقع على الأرض وأصيبت قدمه، ثم ذهب إلى الطبيب فوضع له ضمادات على مكان الإصابة وطلب منه الراحة. عاد نضال إلى البيت وهنأه الجميع بالسلامة، حتى أخوه الرضيع نظر إليه مبتسما. نجيب شفويا. من كان يلعب كرة القدم؟ نضال وضياء. من الذي كان يهتف؟ الحضور. أين وقع نضال؟ وقع نضال على الأرض. ماذا وضع الطبيب لنضال؟ وضع له ضمادات. ماذا طلب الطبيب من نضال؟ طلب منه الراحة. كيف نظر الطفل الرضيع إلى نضال؟ نظر الطفل الرضيع إلى نضال مبتسما. الكلمات الواردة في القصة تحوي حرف الضاد هي: الكلمة الأولى نضال، ضياء، الحضور، الأرض، وضع، ضمادات، الرضيع. إذن كل هذه الكلمات تحتوي على حرف الضاد، ويوجد حرف الضاد في مواقع مختلفة: الموقع الأول في وسط الكلمة، موقع الثاني، موقع هنا في كلمة ثانية في بداية الكلمة، هنا في كلمة الحضور، في وسط الكلمة كلمة الأرض منفصل، ويوجد في آخر الكلمة وضع، في وسط الكلمة ضمادات، في بداية الكلمة الرضيع، في وسط الكلمة. طلابنا الأعزاء، لنفتح سويا صفحة 52 و53 و54.
ونحل سويا ولنتذكر الكتابة بخط جميل.